السلام عليكم، شو بيتزات كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا، نقول لكم صحة بطوركم، صحة رمضانكم. قبل ما نبداو جيناكم بهذا خبر عاجل. قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا، ترحموا على شهداء الجزائر، ربي يرحمهم والله يصبر والديهم واماتهم. اليوم فضيحة أخرى في ما بين الاتحادية الجزائرية والوفد المصري اللي جاء الجزائر اليوم، لما صاب حتى واحد من الاستقبال. وهذه مش زعما نساو ما استقبلوش ولا ما على بالهمش باللي المنتخب المصري راه جاي اليوم. ونعرفوا حنايا باللي الاتحادية المصرية راسلت الاتحادية الجزائرية باللي اليوم يوم الخميس على الساعة 8 غادي نكونوا في المطار الدولي لهواري بومدين الله يرحمه. يعني الاتحادية غائبة، كاتب العام غائب، مستشار غائب، ما كاش اتحادية. الوفد المصري يتصل برئيس الاتحادية أبو ريدة، أبو ريدة يتصل بالسيد الحاج محمد راوراوا اللي عيط لهذا الاتحادية الزقازيق، اتحادية تاع زقزقة العصافير. احنا عندنا اتحادية زقزقة العصافير، اتحادية الأطفال، اتحادية تحطيم الجزائر وسمعة الجزائر أمام الدول العربية، تحطيم الجزائر سمعة الجزائر أمام الدول العربية بما فيهم المدرب والتصريحات تاعو. حتى العدوى راحت للاعبين، وين ندير كراعي مع كراعو، تبكي امه ما تبكيش امه، تخمين تاع هذه الهضره. وزمان نقول لك كتر ما تروى كنت لعب مينيم، كتر ما تروى كتر ما كت كنت لعب مينيم نسمع بيه. زمان كانت تي في الغبره يا ودي، والله البهديله شرح صاري. يا وزير دخل، يا وزير حطاب محمد حطاب دخل برحمة الوالدين، وصل الميساج لهذا المسائل، هذا وصل له الميساج. انت راه فيك الامل، وصل الميساج باللي هذه اتحادية فاشلة. مدرب راه اضحوك امام العالم، اضحوك والله لا اضحوك به باللاعبين. من سيليما وصايك صاريا وصايك يتبهدل، راهي صاريا وصايك. نتمنى ان شاء الله بربي تدخل. وين الاتحاديه المصريه اتصلت بالحاج محمد راوراوا، وين الحاج شاف لهم اوتيل، شاف لهم هو رتب لهم كاع الامور، اي باش سمعت الاتحاديه الجزائريه باللي مساروا راهم هنايا. هيا راحوا عندهم وراحوا فطروا، عرضهم الفطور، عرضهم واحد صوالح تبهديله. شو الحاج محمد راوراوا راه بعيد عليهم وقزال المسار عليه معرفة مع أبو ريدة بزاف صوالح. أبو ريدة وين بالسيد الحاج محمد راوراوا مع فهمي اللي كانوا رايحين يعاقبوا الجزائر، مع القجع، مع حمد أحمد، تهموا ما داروش عقوبة بسبب السيد الحاج محمد راوراوا مع ابو ريده مع حمد احمد، وين ضغطوا على فهمي وما خلاوش لقجع يخدم خدمته باش يعاقبوا الجزائر. باش هذه نعطوها لكم، المعلومه هذه نعطيها لكم. وين كان الناس هنا مسؤولين على الرياضه الجزائريه كانوا متهمين مع لقجع باش يعاقب الاتحاديه والكاراس يسمح في الدراهم. بصح الجزائر تتعاقب، تحبس الرياضه، ما كانش الجزائر في طول يدخلوا الجزائر في ازمه ويدخلوها في فوضى. كانوا من طرف هذا مهني فرحات مهني، هذا الخائن نعلت الله عليه، هذا الخائن اللي مشى مع اليهود ونعلت الله عليه، كلش مسطر باش يحطموا الجزائر. وناس هنا مشرفين على الرياضه الجزائريه وين كانوا يمشوا مع اللقجع واتهموا باش الجزائر تتعاقب. بصح هما على الاموال الكاراس يسمح لهنا لهذو هنايا، بصح الجزائر تتعاقب. باش نعطوا توضيحات،
سمحوا لنا خرجنا، حنا الموضوع تاعنا وهو مهزله اخرى في الاتحاديه الجزائريه، وين يجوا راهم يجوا يجي وفد كامل والاتحاديه ما على بالهاش. اتحاديه مدابزين، شكون اللي يجي في لجنه المنازعات، شكون اللي يجي رئيس رابطه، شكون اللي يجي منا، شكون اللي يجي منا، شكون اللي يجي منا، وناسين كاع امور وقت اخر. هذه هي، وهذا هو الخبر تاعنا، وربي يحفظكم، وتحيه الجزائر وصحيتو.